السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان. هذا الفيديو غادي يكون ان شاء الله للزبناء والناس اللي بغاو يمونطيو هذه الفقاسه. هذه الفقاسه ديال 64 جديده 64 128 196. هاد الماركه راه خرجت جديده وراها تعاودوا عليها ماركه مزيانه. واليوم غادي نديروا لكم كيفيه المونتاج ديالها وكيفاش الطريقه باش تمونطيها باش ما تغلطش وتقلب السلوكه وتصدق مصوطيها. غادي نديروا لكم فيديو اللي غادي يشرح لكم كيفاش غادي تمونطيوها. اقلوا معايا غنبداو معكم الفيديو ايطاب ايطاب باش كلشي يستافد ان شاء الله. هذه الطبله ديالها، هذه الطبله ديالها، وحاول اللي نقلتي من الفيديو حاول تتبع درجه بدرجه باش ما ديرش شي حاجه ماشي تلي. نحط الطبله وكنديروا الموديفيكاتور. يلا اخي يونس نديروا الموديفيكاتور. الموديفيكاتور كنتبعوها الشبكه ديالها، كتكون الموديفيكاتور هي الاولى الشبكه، وكنختم الموديفيكاتور من الشبكه ديالها، من التقيبه ديال الشبكه. هذه السلك تحاول تزور السلك كامل. يلا انت عاد تكلم. لا حط هذا الترويس هذا هكذاك. عقلوا معنا الدراري، هذه راه كتكون مخشيه بحال قلتي الذكر في النتوة، تيكون الذكر في النتوة كامله. ها سير تفضل دير دير التقليب. التقليب راه تيكون على شكل مجر، على شكل بحال الشكل ديال المجر، وراه ملي كيتزدح ملي كيتزدح ما تيبقاش يدخل ولا يخرج النفس. راه سهله في التركيبه ديالها وما غاديش تخسروا عليها بزاف، يعني 10 دقائق كاع كافيه باش تركبها. سهله ما كاين ما سهل منها. وكاين الراس الفوقاني كنبرونشيو الخيوطه ديال التقليب، والخيط ديال الاوميديفيكاتور ديال البخار. الخيط ديال التقليب راه كاين. ها انتم الاخوان شوفوا هذا الشكل هذا كيدير، وشوفوا الذكر انتوا كي دايرين باش ما يقلبوش، باش ما يتقلبوش. هما اصلا ما غيتقلبوش لكم. هكاك زير الموديفيكاتور ما تبرونشيوهاش بلا ما تبرونشيهاش. الموديفيكاتور ديال البخار ما كتبرونشاش الا اذا كان الماء، اذا كان الماء وصل الفقاسه. دابا انا عاوريناكم فيها فين كتدار، ولكن راه ما غنديروهاش. صافي غير حيدها، واخا نسدو الفقاسه ديالنا ونشوفوا البطارية اللي تعطيو معاها. هذه واحد شرابة صغيرة، وهذه علافة هي صغيرة. هذه هي فين كنزيدو بها كنزيدو الماء، كتكون مسدودة من الراس ديالها، هي مسدودة كنضربها بواحد المويس نقطعوها من الراس. وهاد التقيبات ديال باش نزيدو الماء، ها وحدة ها الثانية. هاد الثقوب هادو راه صالحين لثقوب التهوية، وكذلك كنزيدو منهم الماء بهم كتكون التهويه ديال الفقاسه، لان فقاسه صغيره 64 بيضه راه ماشي خصها ثقبه ديال 6 سنتيم ولا 8، راه خصها غير ثقوبات صغار. وهما هادو راه كافيين، هاد الزويجات راهم كافيين. زائد هاد الماتريال هاد الصغير ديال هاد هادو اللي كتشوفو ديال الموتور، في حاله ما لا قدر الله وقع مشكل من بعد كيتبدلوا غير هادو. وشحال من بزاف ديال الكليانت وصلنا معاه كنخسروا ليه هادوك البوبينات ديال الموتور، وبدلهم وخدم عاود خدم الموتور كما تيخدم عادي الموتور ديال التقليب. هذا البيل كيعطيو معاه، هذا البيل كيعطيو، هذا كيمشي بالحجر كتشري ليه انت الحجرات ديالو. والحجرات راه ساهلين، راه كاينين في السوق، راه ماشي شي حاجه اللي ما كاين ديال درهم غير وحده. ما عرفتش السلام ورحمه الله، هادو غير حجره وحده هنايا. اها نشوفوا المعالي خيمس. وراه هكا تخدم الفقاسه حتى ب 12 فولت. الفقاسه راه كتخدم حتى ب 12، بلاش نصور لها الفيزيبل ديالها. ها هي راه كتخدم حتى ب 12 فولت، ها هي فين مكتوبه دي سي 12 في. وشويه غادي نوريكم البرمجه ديال البرمجه، نقدر نخليها لكم في فيديو او نديرها في هذا النيت. هاد 12 فولت راه كتخدم مع الباتري، كتخدم مع الباتري. ها هما الريوسه ديال الباتري بجوج. هادي ديال الماء اوتوماتيك، هادي ديال الماء اوتوماتيك. دابا نوريكم الطريقه ديال التركيبه ديالها، نصور لكم فيديو ديالها بوحديته باش تشوف. واخا نخليوها هي الاخرانيه. هذا البريز ديالها ديال 220،
دابا غادي نخدموها ان شاء الله ونوفيكم بالجد. نخدموها البرمجه ديالها باش تشوفوها معنا درجه بدرجه. هذه الفقاس هذه ديال 64 بيضه، وهذه ديال 128 بيضه. هذو عندنا منهم كميه كثيره بزاف، اللي خصو شي حاجه مرحبا، وحتى الجمله مرحبا، حتى الجمله ان شاء الله مرحبا. دابا الخوت غادي نشوفوا البرمجه ديال هذه. هذا الفيديو هذا راه غادي ينفع بزاف الناس اللي خداو من عندنا الفقاسات، غادي ينفعهم بزاف، ما غيحتاج يكثر من الاسئله، وكل شيء غادي يلقى ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. قبل نبداو بداك الشيء اللي قريب لينا، هذا البوطون هذه، هذا البوطون هذه ديال البيل اللي هو هذا كاشف البيض، نوركو عليه دابا ممكن نحطو فيه البيضه. دابا هنا دابا بنهار ما غادي يبان لينا والو، لان كاين نهار وحنا كنصورو بنهار ما غادي يبان لينا والو. او اي واحد دام عندنا الفقاس راه كنصحو باش يطفي الضواء هي الاولى، عاد ديك الساعه يكشف البيض شو واش مخصب ولا مخصبش، وماشي من النهار الاول وماشي الثالث، هذا حتى النهار 10 ايام بالنسبه للمبتدئ، نهار 10 ايام تيكون بين يعني بين الجنين بدا كيتكون. نشوفوا دابا البرمجه. هذه مكتوبه هنايا كوستوم، ها هو نقربوها نزوميوها شويه كوستوم. هذه تقريبا بحال قلتي البرمجه ديالك انت، الا بغيتي انت دير برمجه ديالك غدير برمجه ديالك. هذه دابا ملي كتبرمج الفقاس مثلا على 37.8 راك انت اللي دايره 37.8 و 60، 37.8 ديال الحراره و 60 ديال الرطوبه. حنا كنبرمجوا الفقاسه ديالنا على 37.7، كليكي على 6 مره واحده وهبط ولا طلع، هبط ولا طلع. ممكن في الايامات الاخرانيه تهبط حتى 37.2، 37.2. وفي الايامات الاولى، في الايامات الاولى منها بالنسبه للدجاج، بالنسبه للدجاج الا كنا غنديروا فيها البيض ديال الدجاج من نهار 1 حتى نهار 18 كنخليوها 37.7، وكنديروا اوك سيت، كنأكتيفيو ديك 37.7 وكندخلوا اوتوماتيك للرطوبه اللي كنخليوها في 50. في الايامات الاولى من نهار 1 حتى نهار 18 50، كتكون 50، ومن نهار 18 حتى نهار التفقيس كتكون 65. حنا كنخليوها 65 وكنزيدوا اوكي. ها البرمجه ديالنا تبدلات بالروبو، يعني الروبو انا اللي كنتحكم فيه. والا بغيتي مثلا دير الدجاج اوتوماتيك، بغيتي دير البيض ديال الدجاج وديرو اوتوماتيك، يعني ما تقيش انت البرمجه، كلشي كيتبدل بوحديتو، كلشي كيتبدل بوحديتو. مثلا هنا عندك هنا حاط البيض في النهار الاول، دابا اليوم واحد، كتكون البرمجه بوحديتها. ملي كتوصل عاوتاني نهار 3 كتبدل بوحديتها، المهم كتبدل من خلال الايام. نشرح لكم مثلا، كنضغطوا على هذا المود ضغطه مطوله وكنشوفوا هنايا تبدل لنا الدجاج، وها البرمجه ديال الدجاج اللي عاطينا اوتوماتيك. النهار الاول كتكون 38.0 والرطوبه 60، انا ما كنقيس فيها حتى شي حاجه، كلشي كيتبدل بوحديته. كدوز 3 ايام كتهبط ل 37.7، وفي الايامات الاخرانيه كتهبط حتى 37.2، يعني بلا تدخل يدوي. كذلك الرطوبه، الرطوبه كتبدل بوحديتها، الحراره والرطوبه كلشي كيتبدل بوحديته. هذا ما كان بالنسبه للبرمجه. انا غادي نعطيكم البرمجه ديال الدجاج، هي هذه، راه ما يمكنش تحركها، واخا تبغي تطلع واخا تبغي تهبط ما كتبدل حتى شي حاجه، لانها كتبقى ثابته ما كتحركش. اللي كتحرك هي البرمجه ديالنا. نشوفوا التقليب الدراري، نشوفوا التقليب. فعلا التقليب ما كيتبدلش، واخا نبغيو حنا نديروا التقليب بيدينا ما غيمكنش، لان تنديروها مانيوال كنديروها على المود هذه. ملي كنديرو مود راه كندخل بزاف البرامج، راه ماشي كاين عاد الدجاج، راه كاين البط، كاين اللوز، كاين بزاف. انا شرحت لكم غير الدجاج. ردوها المانيوال، داك الروبو اللي شلنا بالخضر اللي هو هذا، ردوها المانيوال. عاد ديك الساعه ممكن نديرو البيض. دير اخي يونس، دير البيض، تحطو معايا هنا باش نعرفو بلي راه البيض تيدور والتقليب راه مزيان. ود حراجه شحال فيها، خدم البيض، خدم التقليب. ها هو الدراري خدام، يعني بوحديتو كيتقلب، كتعطاه 13 ثانية وكيدور، وتيبقى يدور عاوتاني للجهة الأخرى. مثلا كل ساعة ونص، كل ساعتين. علاش ما برمجناه
ملي كيكون البرمجه يدويه يعني مانيوال. يلا واخا هبط ها هما تيطلعوا دابا عاودنا نقل. هذه برمجه يدويه ملي درنا خدمناه بيدينا السلام عليكم ملي خدمناه بيدينا. اما ملي الاخر المهم التقليب راه مزيان. وهادو في حاله ما الاخوان الا قدر الله وقع شي مشكل في التقليب هذا من بعد يعني لا قدر الله حنا كلشي الالكترونيك هذا راه كيتبدلوا واحد الرويسات اللي هما هادو راهما كيتبدلوا راه كيكونوا تما جويجات كيكونوا جوج لا قدر الله تيكون الله اعلم في الموتور هنايا تكون في الموتور شوف كيف في البينيوات هنا الداخل صافي يتحليتها اييه. وهذا مكان هذا بالنسبه للفقاصه ديال 64 بيضه هذه البرمجه ديالها وهذه الطريقه ديالها. وكما قلت لكم هنا عدوا الباتري وما كاينش الضو راه كتخدم بالباتري كتخدم ب 12 فولت كما قلت لكم قبيله كتخدم ب 12 فولت وهذا راه تيخدمها. وبلي كتخدم ب 12 فولت راه كتخدم حراره مزيانه ورطوبه مزيانه كلشي مزيان. والنصيحه ديالكم واحد الاخوان الله يجزيكم بخير مثلا في حاله ما خديتي هذه الفقاصه هذه ملي كتسد هذا المجر هذا ملي كتسدو راه كتسدو باحكام. وقبل ما تخدم الفقاصه ديالك كتاكد من الفقاصه يعني ما فيهاش الجو حتى كتثبت حتى كد الفقاصه كتحطها وكتثبت كامله. وفاش كتحطها كتحطها ميزان يعني شي بلاصه ميزان مقاده باش الماء ما تيكونش مايل لواحد الجهه ولا مايل لواحد الجهه ويبدا يخرج لك من الثقوب من اللور والماء يبدا يخرج لك من هنايا. لا كتكون ميزان. هادو كيما قلنا لكم الدراري راه تيخدموا ثقوب ديال التهويه وتيخدموا حتى ديال الماء مثلا بغيت تحط الماء ديرو اوتوماتيك هنايا راه كنديروا ليها تعمر بالماء كتعمر بالماء وعندك كيفاش تحكم فيها من خلال واحد الاله هنايا كتحكم فيها. كما قلت لكم الدراري هادو ثقوب ديال التهويه ها وحده ها جوج. هادو كيخدموا على شكل شهيق معنى الشهيق بحال كنتي كطلع النفس كتدخلها للصدر ديالك. وهذا الزفير وهذا اللي تيعطيو معاها يعني حالة ما وصلتك الفقاصة ناقصة على شي حاجة ممكن تقولها. انا ما احنا الحمد لله ما كنصيفطو حتى شي حاجة ناقصة. داكشي اللي تنوريك راه هو اللي كتاخد وراه كتاخد حاجة مزيانة. وهادو راه في النوع ديال البلاستيك ديالهم راه بلاستيك صامت او بلاستيك قاصح صلب ماشي داك البلاستيك اللي تنعرفو مازال ما كاين ما نخبيو كنتشربها شوية دايرو. ولكن البلاستيك ديال الفقاصة انا كنهضر بلاستيك ديال الفقاصة بلاستيك صلب ومتين وثقيلة في الوزن ديالها. هذا ما كان الدراري ندور لكم دابا الفقاصه ديال 128 بيضه. يلا السلام عليكم ورحمه الله.